أصدقائي، رجعنا وياكم بفيديو جديد وبعنوان جديد، التعرف على أدوات الحلاقة وطريقة استخدامها. طبعا هننزل الفيديوهات على شكل كورسات، كورس أول، ثاني، ثالث، رابع. طبعا ملاحظة، الفيديوهات للمبتدئين وليس للمحترفين. بأول فيديو هو راح نتعرف على المقص والمشرط وطريقة استخدامه. طبعا عندنا المقص، في نوعين المقص، مقص وهذا المقص. هذا المقص نستخدمه للكثافة، كثافة الشعر، نخفف من كثافة الشعر. طبعا شغلنا بهذا المقص، أهم شيء هذا المقص. أصدقائي، أول حركة للمقص، في عندنا حركتين للمقص. أول حركة هاي بالإبهام والبنصر، الحركة الصحيحة، بس تحرك الإبهام فقط. طبعا في كتار عم يستخدموا إصبع الوسطى، طبعا مو غلط، بس بلكي ما تتحكم أكثر مثل إصبعة البنصر. هاي فيها تتحكم بقبضك هيك، تتحكم بالشعر. يعني الطريقة الأصح الإبهام والبنصر، بس تحرك الإبهام. هاي أول حركة، وأنت قاعد بالبيت تتفرج على التلفزيون بس هيك حرك إصبع الإبهام. طبعا الحركة الثانية بعد ما تسحب الشعر لفوق وتقص الشعر، راح ترجع المقص. هاي الحركة غلط. شو راح تعمل؟ راح ترجع المقص لخلف لتحت هيك. هاي الحركة، اوكي يا اصدقائي. مثل ما قلنا في حركتين للمقص، اول حركة الابهام والبنصر، بس تحرك الابهام. الحركة الثانية بعد ما قصيت الشعر، ترجع المقص للخلف للاسفل. هيك خلصنا من المقص. راح نرجع للمشط. المشط، في مشط ناعم، في مشط خشن. انت باعتبار المنتجة راح تشتغل على مشط خشن. طريقة مسك المشط، هاي حركة الابهام والسباب هيك. هاي اول حركة للمشط. ثاني حركة للمشط، وانت عم تشتغل تسحب الشعر لفوق، هاي الحركة. وين تحط المشط؟ هون بين الإبهام والسباب، هون. ونكمل القص، هاي الحركة. أو تحطها هون، نفس الشيء. هاي الحركتين فيك نجرب هون. وانت تسحب الشعر تحطهم بين الإبهام والسباب، أوكي يا أصدقائي. طبعا هيك ختمنا الكورس الأول، وراح ننزل فيديوهات نتكلم فيه عن أدوات أخرى للحلاقة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد.